هل يصح لشارب الشمة أن يكون إماما وهل الشمة حرام؟ الشمة إذا كانت من المواد المحرمة كالدخان والقات وما أشبه ذلك من المسكرات أو المفكرات أو المخدرات فإنها حرام، ولا يجوز لمن يتعاطاها أن يكون إماما، ولا يجوز للناس أن ينسبوا إماما يستعمل الشمة المحرمة لأنه يكون قدوة سيئة لغيره. إذا كانت الشمة من مواد محرمة فإنها حرام كالدخان والقات أو شيء من المخدرات أو المسكرات، إنها حرام يجب منعها وتأديب من يتعاطاها، ولا يصلح أن يكون إماما للناس في صلاته.